سوف تشعر بالهدوء والثقة عندما تكون في طريقك. إنه وقت خاص مع من تحب والاستمتاع بالأشياء الصغيرة الجيدة في الحياة. إنه الفخر والرضا بالعمل المتقن. إنها سعادة التوصيل أثمن حمولة في الحياة بأمان. في هايجر نصبر بالتفكير بالمستقبل والعثور على طرق جديدة لتحسين الحياة وبناء مستقبل أفضل معا. شركة حافلات هايجر المحدودة، نربح المستقبل بالذكاء. بسعيها نحو التطوير المستمر تنمو هايجر في الريادة العالمية على مر السنين. نصمم ونصنع الباصات ومركبات الحمولات الخفيفة بأحدث المكونات في قاعدتنا التصنيعية الممتازة من منطقة سوتشو الصناعية، مقر ثلث أغنى 500 شركة بالعالم. تعمل في أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم، وتمتلك هايجر لخيارات النقل سمعة عالمية لمصداقياتها واقتصادياتها المتميزة. نمتلك كذلك 16 مصنع تجميع على أعلى مستوى، ولكن يعود الفضل بكل إنجاز يتم تحقيقه إلى ثقتكم بنا. خدمة هايجر في فعاليات عالمية كبيرة مثل قمة الأمريكيتين ودورة الألعاب الأولمبية في بكين ومعرض شانهاي الدولي وقمة مجموعة العشرون. حصلت هايجر على عدة اعتمادات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي EC ومجموعة شرق إفريقيا EAC ومجلس التعاون الخليجي GCC وشهادات اعتماد دخول أسواق دول ومناطق مثل الاتحاد الأوروبي وأستراليا وروسيا وسنغافورة وهونغ كونغ. عقدت هايجر اتفاق تعاون استراتيجي مع SCANIA لإنتاج حافلات فاخرة للأسواق الراقية وتعزيز التعاون التقني مع الشركاء الدوليين مثل ZF وكيومينيس. اكتسبت حافلات هايجر للمدن وحافلاتها للمسافات الطويلة ومركباتها للحمولات الخفيفة سمعة دولية كوسيلة نقل عامة وموثوقة وفعالة في استهلاك الوقود، يعتمد عليها في مختلف ظروف الطرق والأحوال الجوية. تم تصميم حافلات هايجر لتقديم أفضل خيارات ممكنة للعملاء من حيث سعتها لاستيعاب الركاب وتنظيم الجلوس ومستويات الراحة. تلتزم هايجر بالمسؤولية الاجتماعية لتطوير خيارات نقل تعمل بطاقة جديدة لتخليص المدن من الازدحام والتلوث والضوضاء. تمتلك حافلات هايجر العاملة بالغاز الطبيعي CNG أداء فائقا حتى في الظروف الجوية الشديدة البرودة والحرارة. يمكنك من توفير أموال الوقود وتقليل مستويات الانبعاث الكربوني بتجهيزها بمكثفات فائقة بنظام تناسخ تيار سريع الشحن. تعمل حافلات هايجر الإلكترونية فائقة المكثفات بشكل ناجح في بلغاريا وصربيا وإسرائيل بفضل استراتيجيتها السحابية ونظام مراقبة الأسطول GPOS. أصبحت هايجر رائدة في العصر الجديد لوسائل النقل الذكية. في هايجر نبحث بنشاط ونطور تقنيات راقية لتعزيز آليات تطوير المنتج، ومن خلال مركز بحث وتطوير متقدم ومركز أبحاث ما بعد الدكتوراه ومختبرات على المستوى المحلي ومركز تدريب للوظائف المحددة، تستطيع هايجر تطبيق تقنيات جوهرية لتطوير المركبات الكاملة وقطع الغيار الأساسية واتباع مسار المركبات الخفيفة والذكية منخفضة الكربون. ولأن الجودة والأمان ليس محلا للنقاش، فإننا في هايجر نحدد وندمج أحدث التقنيات لحماية كل من السائقين والركاب ولجعل مركباتنا أكثر قوة ومصداقية وجديرة بالثقة. لأننا نستمع إلى احتياجاتكم
كنا أول من أسس خدمة عملاء هاتفية في مجال تصنيع الحافلات لخدمتكم. نوفر خدمة فعالة في الوقت المناسب بمعايير عالمية من خلال شبكتنا العالمية من الفرق الاحترافية و95 محطة خدمة حول العالم. لكن مهمتنا ليست فقط تلبية طلباتكم، نريد أن نصل إلى ما وراء توقعاتكم وتقديم تجربة احترافية مريحة بقيمة إضافية عن طريق تمديد نطاق الضمان لمركبات الركاب الكبيرة ليصل إلى 120 ألف كيلومتر أو حتى 24 شهراً. من خلال تركيزنا على العناية بالفريق والمسؤولية المجتمعية، لا تدخر هايجر أي جهد في المشاركة في المشاريع العامة والتبرع والتمويل ومساندة كل من الموظفين والمجتمع ككل لصناعة مستقبل أفضل لنا جميعاً. ولهذا السبب نتطلع للمضي قدما نحو مستقبل مشرق بكامل الإمكانيات.